هي هايبر فانكشنينج ثايرويد جلاند. الثايروتوكسيكوسيس هي الريزلت على الجسم نتيجه الهايبر فانكشنينج اوف ذا ثايرويد جلاند. يعني كان تشوف مثلا اي مانيفيستيشن، كان تشوف الهاند مانيفيستيشن، فمعناته وصلنا الى مرحله الايش الثايروتوكسيكوسيس. واضحه؟ واضحه. Thyroiditis, inflammation of the thyroid gland. نبدأ بالthyroid enlargement. The normal thyroid gland is impalpable. ما عدا بالشخص السكيني ممكن تبين عنده thyroid gland. يعني الشخص الضعيف كلش. The term goiter used to describe generalized enlargement of the thyroid gland and can be diffuse enlargement, ما بين nodules or nodular enlargement. A discrete swelling nodule in one lobe with no palpable abnormality elsewhere is termed an isolated or solitary swelling. يعني thyroid gland بيها تضخم، بس هذا التضخم فقط في منطقة على شكل nodule واحد، نسميه solitary thyroid nodule. هذا عادة يكون discrete swelling وحده، هذا يخوف أكثر من المالتي نودولار swelling. The classification of the thyroid swelling. Simple goiter. الثايرويد swelling نقسمهم إلى simple, toxic, neoplastic, inflammatory. Simple, toxic, neoplastic, inflammatory. ونجي على واحد واحد. Simple goiter عادة patient يكون new thyroid اللي هي diffuse hyperplastic، عادة physiological enlargement، عادة pubertal أو during pregnancy أو multinodular. إذا simple goiter لو تجينا ديفيوز، لو تجينا مالتي نودولار. اوكي التوكسيك تجينا ديفيوز ومالتي نودولار وتوكسيك ادينوما، يعني سنجل نوديول ممكن يعمل لنا توكسيسيتي، سنجل نوديول وحده. النيوبلاستيك عندنا بيناين وعندنا مالجننت. الانفلامتري عندنا اوتو اميون مثل الكرونيك لينفوسيتيك ثايرويدايتس، هاشيموتو ديزيز، جرانيولوماتوس ديكارفيان ثايرويدايتس، فايبروزنج ريدلز ثايرويدايتس، انفكتيف عندنا اكيوت بكتيريال ثايرويدايتس، فايرال اللي عادة تكون سب اكيوت ثايرويدايتس، كرونيك مثل التي بي وسفليتيك ثايرويدايتس، اذرز لايك اميلويد. كل هذه كل together all these conditions ينطون symptoms. المين symptoms neck mass، dyspnea، dysphagia. الdyspnea وdysphagia هذول نسميهم pressure symptoms. Pressure symptoms. وأيضا symptoms caused interference with the venous obstruction. نتيجة the pressure. شلون نفحص الثايرويد gland؟ Inspection, palpation, percussion, auscultation. إن شاء الله راح أعطيكم فسيشن كلينيكال على thyroid examination. إذا الله سهل نحاول الأسبوع الجاي حتى ننهي المحاضرة وexamination للthyroid. Signs. Inspect. Inspect the neck from the front. Resting and upon swallowing. Resting يعني ما ده يبلع وبعدين نقول له بلع. الأفضل إنه نجيب له glass ماي، نقول له خلي ماي داخل فمك، يعني لا يبلع رأسا، بعدين ننطي الأوردر بالبلع. لأن إذا رأسا نطيت glass ماي هو involuntary، رأسا راح يبدي يشرب. نقول له لا، خلي كمية من المي داخل فمك وبعدين ما نعطيك الأوردر تبلع، ابلع حتى احنا نشوف على راحتنا
تتحرك الثايرويد جلاند او لا. واضحه البيشنت يكون ان فرونت اوف يو عاده بسيتنج بوزيشن قاعد افضل مما يكون واقف. هاي فحصنا المريض من الامام. ستاند بيهايند ذا بيشنت اند بالبيت. وصلنا البالبيشن. بالبيت ذا ثايرويد بريستنج اند ابون سولوينج. ايضا بيدو جلاس الماي نقول له خلي ماي بحلقك ابلع. احنا من الخلف بس ايدنا على الثايرويد. هنا ايدنا على الثايرويد نشوف الثايرويد تتحرك تطلع وتنزل دي فوق هذا السويلنج يطلع وينزل مع البلع او لا. البيركشن نعمل بيركشن على الكلافيكل ونعمل بيركشن على الانتركوستال سبيس بيلو ات فور ريتروسترنال اكستنشن. نخلي السماعه اوفر ذا ثايرويد جلاند ونسمع هل اكو صوت. عاده اذا استمعنا صوت هذا نسميه بروي، وعاده هذا يكون بالاوفر فانكشنينج جلاند يعني بحاله الثايرويد توكسيكوسيس بحاله الهايبرثايرويديزم. واضح؟ واضح. شوف هاي جويتر المريض راح يخلي مي ونشوف تتحرك بعد ما يبلع تتحرك الثايرويد. نقف خلفه أيضا ننطي نفس الأوردر. إيدنا فقط نشوف هذا السويلين يطلع وينزل during swallowing. هذا البالبيشن شوف شلون حركة الإيدين، تشوف شلون وضعية الإيدين. البيركشن لنعمل بيركشن هنا على الكلافيكل. نخلي إيدنا على السوبراستيرنال نوتش نشوفها موجودة إلا obliterated by the thyroid. إذا if one lobe is difficult to feel, make it more prominent by pressing firmly on the opposite side. ندفع من هنا ممكن نشوف الالارجمنت مثلا بالليفت سايد وبالعكس. وشوف السماعة ما يستخدم الدايفرام، يستخدم البيل حتى نسمع إذا أكو سيستوليك بروي. نبدي بالسمبل نون توكسيك جويتر ديفيوز اور مالتي نودولار. الايتيولوجي عاده عندنا ايودين ديفيشنسي او انزيماتيك ديفيشنسي. ايودين ديفيشنسي فيزيولوجيكلي اوكرينج ديورينج بيوبرتي اور بريجننسي او الاريا انديميك وذ ايودين بور ريجن. عاده انت تعرفون وين الايودين بور، وين الايودين ريتش. عاده بالطعام البحري يكون ريتش، والمناطق مثل المناطق الجبلية اللي ما بيها يعني بحار حولها عادة تكون هذه poor area بالأيودين. Relative deficiency of iodine occurs during period of stress. Female during menarche, pregnancy, lactation are susceptible to this problem. Simple goiter in endemic region with low iodide content of the water and food as in mountainous regions. Enzymatic deficiency, Acufet syndrome, some Pender syndrome, is an example being due to deficiency of peroxidase enzyme, which transform inorganic iodide to organic iodine. In this syndrome, there is goiter, deafness, and mutism. Deficiency of dehalogenase enzyme is also responsible for sporadic goiter. Goiterogens, prolonged exposure to the goiterogenic foods or drugs. These include thiocyanate in cabbage, drugs as para-aminosalicylic acid, and anti-thyroid drug. Interestingly, large doses of iodides inhibits iodine binding, thus resulting in iodide goiter. Sign and symptom. Appears early in endemic regions and delayed to the third decade or later in sporadic ones. The patient's main complaint is neck mass, cosmetic deformity, or some respiratory obstruction,
والبعض يعاني من signs by respiratory obstruction. The thyroid is symmetrically enlarged and has a smooth surface diffuse. A nodular enlargement of the thyroid gland, the nodules are smooth, firm, and usually painless in multinodular goiter. ايش معنى هذا؟ انت من تجي تشوف enlargement عادة ما تشوف المالتينودولارتي، عادة تشوف بس enlargement، بس من تجي تحط ايدك على السكن اذا حسيته smooth surface ما بي بوسيليشن، يعني مثل الكرات تحت ايدك صغار، هذا نسميه diffuse enlargement. اذا بديت تحس بالبالشيبيشن خصوصا بروس الاصابع اكو فالنودولارتي تحت ايدك، هذه مالتي نودولار جويتر، هذه انتهت. طبعا هذه الاكسبيرينس تجي ايش قد تفحص ثايرويد، ايش قد يو كان ديفرنشيت بتوين ديفيوز انلارجمنت اند مالتي نودولار انلارجمنت. احيانا تكون المالتي نودولارتي سو اوبفيوس، بس هذه تكون عاده بيج اور هيوج جويتر حتى تشوف انه المالتي نودولارتي باي انسبكشن واضحه. أحد عنده سؤال؟ دكتور؟ نعم. بالإكزامينيشن يعني بنعمل كلينيكال إكزامينيشن، البركشن يعني ليش نعمل؟ يعني إيش نحس؟ يعني ليش نعمل البركشن؟ إحنا إيش قلنا؟ البركشن إحنا عادة أي بركشن نعمله نحس ريزونانس، ريزونانت. من الثايرويد تنزل تحت الجلافيكل وتنزل بالتشيست راح ما نسمع ريزونانس، راح نسمع دل بيركشن. فمعناته اكو ريتروسترنال اكستنشن. تمام دكتور، شكرا. انفستيجيشن، اذا عملنا ثايرويد فانكشن تيست عاده نشوف انه البيشنت يو ثايرويد. احنا قلنا بالسمبل جويتر وذر ديفيوز اور مالتي نودولار، الستيت مع الثايرويد هرمون برودكشن تكون وذر نورمال. التريتمنت اوف سمبل جويتر، ديفيوز هايبر بلاستيك يوجوالي ريفرسبل باي يوز اوف الثايروكسين، عاده ننطي 0.2 ملي جرام بير داي فور سيفرال مانث تو بي تيبر تو 0.1 ملي جرام بير داي فور سيفرال ييرز. از ذا جويتر بيرزيست there is a tendency to form nodule. A prevention, use of iodized table salt. Complication of nodular goiter. Complication of multinodular goiter. ايش ممكن يصير عندنا؟ Tracheal obstruction نتيجة الكمبريشن. يعني يصير عندهم ديستنيا. Secondary thyrotoxicosis may occur up to 30% of cases. Malignancy. Occasionally, follicular carcinoma. The incidence about 3%. Cyst formation. Hemorrhage. When you say hemorrhage, you say pain. Hemorrhage into a nodule. Calcification. A long standing calcification. And the retrosternal extension. And then had a complication of nodular goiter. A treatment of multinodular goiter. Usually thyroidectomy. بس ايش وقت؟ كل مالتينودولار اوبريشن لا، ثايرويدكتومي بالمالتينودولار is indicated for اولا evidence of compression manifestation compression symptoms mainly to the trachea and for cosmetic region. Surgery for multinodular goiter should not be advised below the age of 25 unless very much indicated as it may be followed by recurrence. ولو هسه الامريكان تريند بعد ما ظل شيء يسموه سب توتال ثايرويدكتومي، كله توتال ثايرويدكتومي، بس انت من تعمل توتال ثايرويدكتومي ده تخلي المريض with lifelong treatment of thyroxine. يعني كانك حولته الى مريض من الامراض المزمنه، حاله حال الضغط والسكري يستخدم علاج طول حياته. يعني هذه احيانا امور تظهر بالجراحه، تتغير الموداليتيز مال التريتمنت، يكتشفون بعد عده
decades إنه هذه الطريقة خطأ يرجعون على الطريقة القديمة أو يبقون عليها. حالياً الأمريكانز رول أو الأمريكان سكول كلها تتعامل مع الثايرويد بروبلمز بالتوتال ثايرويدكتومي. Surgery is indicated to rule out cancer when there are a localized area of hardness or rapid growth. Aspiration biopsy cytology is helpful in this patient. Retrosternal goiter. Pathology. Retrosternal goiter usually arises in the normally placed thyroid gland, the sternohyoid and the sternothyroid muscle. It prevents forward expansion and assisted by the gravity and the negative intrathoracic pressure, they direct the swelling into the mediastinum. عادة احنا نشوف الـ retrosternal extension بالميل أكثر من الفيميل لأن عضلات النك عندهم كلش قوية، فالثايرويد ما تندفع إلى الأمام بسبب قوة هذه العضلات، فوين تبدي تنزل؟ تبدي تنزل إلى الشيست، وأيضا بتأثير الجاذبية وقوة العضلات يتكون عندنا retrosternal extension. أحيانا نتيجة الهيوج enlargement ما بس يطلع، يعني حتى بالفيميل ما بس يطلع للأمام، يبدي ينزل إلى الأسفل على الشيست. واضح؟ واضح. Clinical features. Symptoms. More common in men, particularly short neck. Symptomless for year. Usually middle age. Compress the trachea causing dyspnea, which is worse at night, aggravated by any posture that reduces the thoracic inlet, such as lying down or flexion of the neck, so that many patients prefer to spend the night in a chair. يعني تشوفوا ما يقدر ينام على مخدة، لازم فد ثلاث مخاديد مخدتين، وأحيانا ينتكي وينام نتيجة pressure symptom، لأن أي وضعية مستلقي راح تصغر الثوراسيك انليت، فرأسا البريشر سيمتوم راح تكون كلش واضحة عنده. وأحيانا أكو حتى ديسفيجة، بعض المرضى يعني يعانون من صعوبة البلع، بس هذه مرحلة كلش متقدمة. ساينز، إذا تقول له ارفع إيدك لي فوق راح يحتقه وجهه ويصير أحمر، لأنه راح يصير compression على veins. The superficial veins of the upper part of the chest are obviously dilated, and there may be even cyanosis and edema of the face and neck. The lower border of the goiter cannot be seen as it lies behind the sternum. ولهذا من تحط إصبعتك على السوبرسترنال نوتش ما راح تحس باي الحفرة الموجودة، راح تحس مباشرة تحتك تشو، يعني obliteration. هذه هي الثايرويد تشو. Palpation of the neck may reveal an enlarged thyroid gland. Percussion of the sternum may reveal retrosternal dullness. هذا male، هذه thyroid with retrosternal extension. Investigation. نعمل له chest X-ray حتى نشوف إذا أكو شادو in the superior mediastinum. ممكن نشوف calcification. CT scan of the thorax راح يوضح أن راح يكون صورة الجلاند كلش واضحة إذا كان بيها retrosternal extension. أكيد نعمل ultrasound. Treatment thyroidectomy. Evaluation of thyroid nodule. إذا واحد عنده thyroid nodules شلون نعمل له evaluation. The differential diagnosis of a nodular goiter or solitary thyroid nodule include benign goiter, intrathyroidal cyst, thyroiditis, benign or malignant, benign and malignant tumor أو metastatic tumor يعني secondaries بالثايرويد which is very rare. بالهيستوري، reduration of the swelling, recent growth, local symptom إذا أكو and systemic symptom or those from possible tumor metastasis to the thyroid أو patient عنده cancer
ونشوف هل هذا الكانسر ممكن يعمل secondaries للثايرويد. The patient age is 6, the place of the birth, يعني إذا منطقة كن صار بيها حوادث إشعاعية باليابان بروسيا يعني أكو عندهم مفاعل نووي كن انفجر كن المنطقة كن تأثرت. ممكن هذولي عادة الثايرويد جلاند هي أول ما تتأثر وممكن يصير عندهم كانسر. Family history and history of radiation to the neck, خصوصا هذولي البيشنت اللي يعانون من الليمفوما ويأخذون تريتمنت راديوثيرابي ممكن بعدين الثايرويد مالهم يصير بها مالجنسي. A thyroid nodule is more likely to be cancer in a man rather than in a woman and in young under 20 years. يعني إذا شفنا male with solitary thyroid nodule وfemale, الميل أنا لازم أعمل له سيرجري وخلصه من هاي النوديول حتى لو كانت بناين. الفيميل لا, ممكن يعني أعمل فاين نيدل, إذا طلع ما بيه شيء ممكن أصبر عليها ممكن أنطيها وقت, بس بالميل لا. وإذا كان المريض ميل أو فيميل أقل من 20 سنة وعنده ديسكريت ثايرويد سوالينج هذا أيضا ما أنطي وقت, هذا أيضا أعمل له عملية وشيلة لأن هذه مور لايكلي تو بي أ كانسر. In certain geographic areas, an endemic goiter is common, making benign nodules more common. يعني إذا endemic area مع iodine deficiency وعنده multinodular goiter عادة ما أتوقع إنه تكون cancer. The thyroid cancer is familial in about 25% of patients with medullary thyroid cancer, familial medullary thyroid cancer, multiple endocrine neoplasia men. Type 2A and 2B, and in about 7% of patients with papillary or Hurthle cell cancer. The thyroid palpate to determine whether there is a solitary thyroid nodule or if it is a multinodular gland, and whether there are palpable lymph nodes. يعني احنا من نشوف discrete thyroid swelling, نفحص الجلاند مريح نشوف هل هذه هي فعلاً هي الوحيدة النوديول لو هي it is part of multinodularity, ومن حسينا انه هي فقط discrete thyroid swelling نفحص lymph node of the neck نشوف بيها enlargement لا يروح تكون هذه cancer metastasized in lymph node. A hard solitary thyroid nodule is likely to be malignant whereas most multinodular goiter are benign. Ultrasound evaluation helps to document the number of nodules, whether a nodule is suspicious for cancer, and whether there are coexisting suspicious lymph nodes. يعني شوف أهمية الألتراساوند. أكيد راح يكشف لنا هل هذه هي discrete thyroid swelling ولا multinodular, ومن شكلها المالجنت عنده شكل بالألتراساوند يختلف عن شكل البناين, وأيضا راح ينطيني فالصورة عن الليمف نود اللي موجودة بالنك whether enlarged or not. Fine needle under ultrasound guide كلش مهم تعمله حتى ينطيك الهيستوباثولوجي لهذه السويلينج or suspicious swelling. Cytological result classified يعني النتيجة تطلع يقل لك positive for malignancy أو يقل لك benign أو يقل لك suspicious أو يقل لك indeterminate, يعني إيه indeterminate or suspicious ما يقدر يحدد, أو inadequate specimen يقل لك لازم تنعاد. False positive diagnosis of cancer are rare but about 20% of biopsy specimens reported as indeterminate and 5% of those reported as benign are actually malignant. Radioiodine scanning is used to selectively determine whether a follicular neoplasm by cytological examination is functioning, warm or hot or non-functioning. I can hot solitary thyroid nodule may cause hyperthyroidism but are rarely malignant, whereas cold solitary thyroid nodules have an incidence of cancer. حوالي 20 أيضا هاي حكيناها.
Thyroid carcinoma is uncommon in multinodular goiter, about 30%, 3%. But if there is a dominant nodule or one that enlarged, it should be biopsied or removed. يعني بالمالتينودولار جويتر عادة ما نتوقع كوميرجنسي يعني كلش نسبة قليلة بس إذا شفنا دومينانت نوديول لازم هذه نتحرى عنا ونشوف هذه عادة تكون سبيسياس لا تكون ميرجنت. Thyroid cancer occur in nearly 40% of the children with solitary thyroid nodule. Therefore, fine needle biopsy or thyroidectomy is indicated. أنا من أشوف طفل عنده solitary thyroid nodule بدون تفاهم هذا surgery. Whether benign or not, أخلصه منه. Ultrasound differentiate solid and cystic lesion and detect enlarged lymph nodes. هذه أيضا حكيناها. About 15% of cold solitary regions are cystic. Chest X-ray helpful in tracheal displacement, calcification of the thyroid nodule, or presence of pulmonary metastasis. CT MRI not necessary, but are helpful when the limits of the tumor cannot be defined, such as in patients with large invasive or substernal goiters or tumors. What are the indications for removal of nodular goiter? Suspicious of cancer or documented cancer, pressure symptom, hyperthyroidism, retrosternal extension, and finally, cosmotic deformity. أكو فتشي ما واضح لي هوني؟ لا دكتور. Incidentally, discovered thyroid nodules by ultrasonography, CT, MRI, or positron emission tomography scan should be evaluated by fine needle biopsy under ultrasound guide. خلصنا. عندكم فت سؤال؟ دكتور؟ نعم. بس اللي عنده لينجوال ثايرويد يعني ضل للأبد ياخذ ثايروكسين؟ إذا كانت the only thyroid tissue بالتنج وطلب ريموفال لها يعني اكسجين راح تبقى على لايف لونج ثايروكسين. واضح؟ شكرا دكتور. أهلا وسهلا. مصطفى المحاضرات راح ابعث لك قيم. اي والله دكتور. نعم. على الواتساب. ان شاء الله. انقلم على الموبايل وابعث لك قيم ان شاء الله. تمام دكتور منتظر. والغيابات حضر لي وابعث لك. اخذتوها ان شاء الله راح ابعثها على الفرع. ان شاء الله. يلا تصبحون على خير. وانت بألف خير دكتور. شكرا جزيلا. تمام. The recording has stopped.